اغتيال مدير أمن غريان عبد الرزاق عماش والمجلس البلدي يتعهد بكشف ملابسات الحادثة. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة في اشتباكات مسلحة في منطقة الجرابولي. انطلاق حملة تسوية أوضاع المستهلكين في الشركة العامة للكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك. نشرة التاسعة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم مشاهدينا. أكد مصدر لليبيا بانوراما بغريان اغتيال مدير أمن غريان العقيد عبد الرزاق الصادق عماش في وقت متأخر السبت برصاص مجهولين وسط المدينة. وأوضح المصدر أن عملية الاغتيال وقعت في طريق عودة عماش إلى منزله. من جهته قال المجلس البلدي لغريان الأحد إن حادثة اغتيال عماش ستكون لها ردة فعل قوية وصارمة تجاه الجناة. وأكد المجلس في بيان له أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ورادعة لكشف ملابسات الجريمة، لافتا إلى أن هذا الفعل يمس بهيبة الدولة وهو محاولة للرجوع إلى المربع الأول الذي ينتهج الفوضى وفق البيان. هذا وأعلن منتسبو مديرية أمن غريان الأحد تشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال مدير الأمن من قبل مجهولين والتواصل مع النيابة بالخصوص، مستنكرين في بيان لهم الحادثة. كما أكد منتسبو المديرية أنهم لن يدخروا جهدا في ملاحقة الفاعلين وتسليمهم للعدالة. وحول الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الشرقاوي الناطق باسم مديرية الأمن الوطني غريان. سيد محمد، مرحبا بك. إذا كنت في الاستماع، هل من معلومات جديدة بخصوص حادثة الاغتيال؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا وشكرا لكم على إتاحة هذه المساحة الإعلامية لتوضيح بعض ملابسات هذه الواقعة. طبعا احنا في مديرية أمن غريان تفاجأنا ليلة وبعد منتصف ليلة السبت بخبر عملية اغتيال السيد عبد الرزاق محمد صادق عميش مدير مديرية أمن غريان من قبل مجهولين ولدوا بالفراغ. طبعا تحركت مديرية أمن غريان واجتمعت على الفور وأعلنت عملية وحالة النفير التام عند الساعة الواحدة والنصف ليلا، وتم تشكيل لجنة على الفور للتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة وقت عملية اغتيال. وبدأت عملية الاستجواب بالشهود العيان اللي كانوا في الواقعة في المكان. طبعا هو تم استهدافه عند العودة إلى منزله أثناء عودته إلى منزله، والتحقيقات جارية بالتعاون والتواصل المباشر مع نيابة غريان. وإن شاء الله كما تعهد أعضاء ومنتسبي المديرية بالكامل من خلال بيانهم الذي يلقوه اليوم الأحد صباحا بأنهم لن يدخروا جهدا ولن يتركوا مجالا إلا بإذن الله تعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى في القبض على الجناة والمرتكبين هذه الجريمة. محمد الشرقاوي الناطق باسم مديرية الأمن الوطني غريان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. حمل المجلس البلدي ومجلس الشورى والحكماء ومشايخ وأهالي منطقة الجرابولي الحكومة الليبية والجهات الرسمية مسؤولية ما تشهده المنطقة من مظاهر مسلحة وأي أضرار قد تلحق بالمدنيين أو البنية التحتية. المجلس وفي بيان مشترك الأحد حذر من العبث بأمن ومقدرات طرابلس وأن المساس بها هو مساس بمقدرات الليبيين، داعيا كافة الأطراف إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات القائمة.
من جهته أكد الناطق باسم مجلس الجرابولي البلدي شريف جابلا في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما سقوط عدد من القذائف العشوائية الأحد على منازل ومحال تجارية تخص سكان وأهالي المنطقة، وهذا ما أدى إلى حالة من الهلع والفزع مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي. جابلا حمل الحكومات الموجودة في المشهد السياسي مسؤولية ما تشهده البلدية وأي انتهاكات قد تطال المدنيين، يشار إلى أن الجرابولي تشهد شللا في الحركة اليومية ونزوح الأهالي تخوفا من تطور الأوضاع الحالية. هذا ودعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني مديري مستشفيات الجرابولي والخمس ومسلات وترهونة وأيضا تاجوراء ومستشفيات طرابلس إلى وضع الترتيبات اللازمة والاستعداد لأي طارئ لاستقبال حالات قد تصل جراء التوتر العسكري وحالة الاستنفار الواقعة في منطقة الجرابولي. من جانبها أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر الاعتداء على طرابلس مبدية قلقها إزاء ما تشهده منطقة الجرابولي من أعمال عدائية. البعثة أشارت إلى أن هذه الأحداث التي تهدف إلى زعزعة أمن العاصمة مرفوضة ويجب أن تتوقف، مجددة تأكيدها أن المجلس الرئاسي هو السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا وأن الاختلافات السياسية تعالج عبر الحوار وليس باستخدام القوة. وعبر الهاتف ينضم إلينا الشريف جابلا عضو المجلس البلدي الجرابولي والناطق باسم المجلس. سيد الشريف مرحبا بك. طيب يبدو أن المكالمة لم تجهز بعد، سنحاول الاتصال بالسيد الشريف في سياق هذه النشرة. ننتقل إلى الخبر التالي حيث خصصت غرفة الطوارئ بمديرية أمن طرابلس الرقم 139 للمواطنين وذلك للتبليغ عن أي معلومات أو شكاوى أو جرائم تخل بالأمن العام. المديرية أهابت بسكان العاصمة إلى التعاون مع غرفة الطوارئ في هذا الشأن خدمة للصالح العام. اختتمت في جزيرة صقلية السبت فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي انعقد على مدار يومين بالتأكيد على استئناف العمل في مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وإعادة إعمار مطار طرابلس العالمي. نائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو أن ليبيا مقدمة على مرحلة إعمار وتنمية وتحتاج لتكاتف الجهود، مشيرا إلى أن إيطاليا كدولة جارة وصديقة حريصة على استقرار ليبيا. وحظي المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الأول بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وشركة إيطالية من مختلف التخصصات إضافة إلى بعض من رجال الأعمال الليبيين بهدف التعاون في مجالات التنمية والإعمار وفتح السوق الليبية أمام الشركات والمنتجات الإيطالية وتفعيل دورها في ليبيا. نتابع. فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الأول اختتمت السبت بعد يومين من انعقادها في جزيرة صقلية. المنتدى ركز على جانبين، أولهما جانب مكافحة الهجرة غير القانونية وتأكيد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لليبيا للحد من تدفق موجات المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وفقا لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وإيطاليا فبراير 2017. الجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي، حيث أفضى المنتدى إلى التأكيد على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال مشاريعها في ليبيا في عدة مجالات كالطاقة والنقل والمواصلات وإعادة إعمار مطار طرابلس العالمي، إضافة إلى العمل على إعادة تفعيل اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة الخاصة بمتابعة إنشاء الطريق الساحلي وفقا للمعاهدات السابقة. وكان النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق ووزير خارجية إيطاليا أنجيلينو ألفانو
قد وقعا على إعلان التعاون الاقتصادي الليبي الإيطالي لتحقيق التنمية في ليبيا استنادا لمعاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008. أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا الأحد شروعها في منح التأشيرات الأوروبية الشنغن عبر مكتبها المعتمد بمدينة طبرق كمبادرة منها لتسهيل إجراءات المسافرين الليبيين والأجانب ورعاياها إلى أوروبا، معتبرة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر تقديم التأشيرة مناسبة طيبة للتخفيف من معاناة المواطنين خاصة الذين يتكبدون مشقة السفر لحجز موعد مع السفارة الإيطالية في طرابلس. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد الطاهر السيالة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل السبت سبل عودة الشركات الإسبانية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها، وتدرسا الآليات لمعالجتها وإيجاد آلية تنفيذية للبدء في العودة خاصة العاملة في قطاع النفط. سيالة طالب خلال هذا اللقاء الذي كان على هامش المؤتمر الوزاري الدولي حول الهجرة غير القانونية بالعاصمة الإيطالية روما بتسهيل منح التأشيرة الإسبانية خاصة للمرضى والجرحى ومساعدة الطلاب الليبيين للدراسة والتدريب بالساحة الإسبانية. بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي محمد شعيب تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعبر سلامة خلال اتصال هاتفي مع شعيب السبت عن أمله في تحقيق السلام بليبيا والحفاظ على وحدتها. من جانبه أكد شعيب أنه قدم لسلامة موجزا لمسيرة العملية السياسية معربا عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا الاتجاه. دعا رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة السبت لدى استقباله بالعاصمة الجزائرية نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي سيمون سوتور إلى المزيد من التنسيق والتشاور بين بلاده وفرنسا ومن أجل استقرار الوضع في ليبيا ومالي. من جانبه أشاد سوتور بالدور الذي تلعبه الجزائر في حل الأزمات واستتباب الأمن في منطقة الساحل الأفريقي عموما وفي البلدين بشكل خاص. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصعيد الخطير بشأن فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة التي تنص على تكفير مكون الأمازيغ من أتباع المذهب الإباضي في ليبيا. اللجنة طالبت في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب بسرعة التدخل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يعرض أمن وسلامة وحياة مواطنين ليبيين للخطر نتيجة لهذه الفتاوى التكفيرية والتحريضية على فئات من المجتمع. هذا وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لحكومة عبد الله ثنيب البيضة قد أفتت أحد السائلين عبر موقعها الرسمي بشأن صحة الصلاة خلف أحد أئمة المذهب الإباضي في ليبيا بأن الإباضية فرقة منحرفة ضالة وهم من الباطنة الخوارج ولديهم عقائد كفرية فلا يصلى خلفهم، هذا بحسب ما نشرته اللجنة العليا للإفتاء. وزع الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع لجنة الأزمة بسرت مساعدات إنسانية على العائلات القاطنة بحي الرباط، المساعدات التي اشتملت على مواد أساسية كالمواد الغذائية والتنظيف والمفروشات ستخصص ل 1250 عائلة. الصليب الأحمر كان قد أرسل في يونيو الماضي مساعدات لسكان حي 700 وحي 101 برعاية لجنة الأزمة في سرت وبالتعاون مع لجنة الإشراف على عودة النازحين التابعة لغرفة عمليات البنيان المرصوص. كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية فرع جنزور مجلس جنزور البلدي بحصر جميع الأسر النازحة المقيمة بالقرية السياحية بعد قرار إخلائها خلال 10 أيام من قبل صندوق الضمان الاجتماعي الذي رأى إعادة صيانتها واستثمارها من جديد بصفته المخول والمالك الشرعي لها.
لتسيير القرية السياحية. باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي وبلدية جنزور العمل على إجراء مسح اجتماعي للعائلات النازحة المقيمة بالقرية السياحية جنزور، سعيا منها لتذليل الصعاب وتمكينهم من العودة إلى مدنهم بعد أن زالت أسباب النزوح. فوضعت لجنة وشكلت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لعدد من الأعضاء لحلحلة هذه الإشكالية والوقوف على النازح وتصنيفهم، لأن وجدنا بعض النازحين نزوح اختياري، وفي بعض النزوح قصرا تحت التهديد أو عدة المنطقة الموجودة فيها غير آمنة، فحاولنا بقدر الإمكان أن نحط آليات معينة لحلحلة هذه الإشكالية. إحنا طبعا كفرع الشؤون الاجتماعية جهة إيوائية وليس جهة إخلاء، ما نستطيعش أن نحط عائلة في الشارع ويخلي المكان منهم. صندوق الضمان الاجتماعي هو المالك الشرعي للقرية، وتعود عائداتها المالية لصالح أصحاب المعاشات الضمانية ضمن عدة استثمارات تتمثل في فنادق وقرى سياحية أخرى. لأن القرية بصراحة استثمار خاص لموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي شركة خدمات ضمانية، نحتاج إلى تفعيل هذه القرية أيضا حل مشاكل مرتباتهم. القرية لم تستثمر منذ حوالي 4 سنوات، اليوم وصلنا إلى نتائج ممتازة جدا، حوالي 32 عائلة فقط ممكن أن تبقى في هذه القرية، ندخل هذه القرية في الصيانة والتطوير. ويأتي قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإخلاء القرية لتدخل مرحلة الصيانة ومباشرة العمل لمشروع تم تعطيله لسنوات مسببا مشاكل اقتصادية لأكثر من 400 أسرة. أفادت الشركة العامة للكهرباء الأحد بسقوط خط الربط الكهربائي بين جدابي وراس لانوف الواصل بين المنطقتين الشرقية والغربية بجهد 400 كيلو فولت الذي جرى شحنه خلال الأيام الماضية. وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن الكشف الميداني على الخط جار لصيانته بعد تتبع المسار وتحديد الأعطاب من قبل فرقة خطوط جدابية، ومن المتوقع الانتهاء من صيانته خلال اليومين المقبلين. انطلقت الأحد حملة تسوية أوضاع المستهلكين للشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع المجلس البلدي أبو سليم وبالتعاون مع الأمن المركزي، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية كخطوة أولى والمحال التي تملك توصيلات مخالفة، واستهدفت أيضا آليات سداد ديون المستهلكين من خلال توفير وتسهيل كافة السبل مثل الدفع عن طريق الصكوك أو البطاقات المصرفية أو نقدا، مع إمكانية تقسيط الديون على فترات زمنية محددة باتجاه ترشيد الاستهلاك. مش تعرف أن توصيل الشركة مضبوطة، عداد شغال، لكن هو موصل خارج الشركة. مش لازم طبعا هذا الدخول اللي هو مشترك. طب بدك ورجيك. الحملة هذه الغاية منها أن هي ترشيد طاقة كهربائية، ثاني حاجة تخفيض عائد الديون على الشركة، توعية الديون وحصر توصيلات غير شرعية لغرض توصيل عدادات كهربائية، بحيث أن احنا نوفروا من توصيلات غير شرعية والاستنزال من عملية الفاقد التجاري. احنا الحملة من بداية شهر رمضان، يعني أواخر شهر رمضان بادية الحملة، واي حد ما عندهاش عداد نجو نديروا له طلب حضور، يجيب لنا مصوغات نبرموا له نفتحوا له ملف، طبعا المصوغات اثبات هويه، رقم الوطني، طلب كتابي، عقد ايجاره واثبات ملكيه. حول الموضوع ينضم الينا هنا في الاستوديو خالد مصباح مدير اداره نظم المستهلكين بالشركه العامه للكهرباء حول حمله ترشيد الاستهلاك مع المجلس البلدي ابو سليم. سيد خالد مرحب بك هنا معنا في الاستوديو في هذه النشره، لو تحدثنا عن هذه الحمله بشكل يعني بشيء من التفصيل. طبعا احنا بنتكلموا بصفه عامه على مش على الحمله هذه، حنتكلموا على وضع الشركه بالكامل، اللي هو طبعا احنا عندنا تراكم المديونيه بقيم عالية جدا، اللي هي مثلا نقوله في صغار المساكين حوالي 700 ألف مليون، في الشركات عندنا 600 ألف مليون، عندنا في الجهات العامة حوالي 1,600 مليار، اللي إجمالي المديونية حوالي 3 مليار. طبعا هذا دين يعني تريده الشركة من تريد الشركة من الأفراد ومن الشركات ومن الجهات العامة والمؤسسات.
طبعا تراكم الديون هذه نتيجة عزوف المستهلكين عن السداد هذه المديونية. تم تشكيل عدة فرق في الماضي ولم في بعض المناطق جابت فائدة وفي بعض المناطق ما جابتش فائدة. طبعا احنا اتجهنا لبلدية بوسليم ونتمنى من جميع البلديات تخطئ اللي هي تبدأ مثل بلدية بوسليم والأمن المركزي تخطو في هذه الحملات. مثلا عندنا في البلديات الكبرى في طرابلس بلدية حي الأندلس، بلدية طرابلس المركز، بلدية جنزور، البلديات الكبرى هذه نعمل أن التعاون معنا في 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 نفس ما تعاونت معنا بلدية أبو سليم. احنا عندنا شكلنا أربعة فرق في بلدية أبو سليم اللي هي من جسر حي دمشق إلى الإشارة الضوئية صلاح الدين على اليمين وعلى اليسار. عندنا الموقع الثاني اللي هو الحملة الثانية اللي هي في جسر من جسر حي دمشق إلى الإشارة إلى جزيرة المحاكم اللي هو باتجاه القصور. عندنا من اليمين واليسار عندنا اللي هي الحملة الثالثة من في تبدأ من المستشفى الخضراء إلى جامع الصحابة اليمين واليسار. وعندنا الحملة الرابعة اللي هي من جامع أبو شعالة وشارع السلام. طيب دعني أسألك سيد خالد، نعم. ما النتائج المتوقعة من هذه الحملة؟ والله هي بالنسبة لبلدية بوسليم سباقة في الماضي ودرنا فيها حملة بالتعاون مع بلدية بوسليم والأمن المركزي أبو سليم. فيه جدوى منها، جابت إيرادات كويسة وفي تسوية بعض التوصيلات، لكن الحملة هذه كانت مكثفة. مثلا اليوم تم قطع تقريبا على 45 توصيلة غير شرعية اللي هي غير متعاقد معنا ويستهلك في ضي. طبعا معظم المحال التجارية مش ما نقولوش كلهم، فيهم مستأجر الأجنبي ويستهلك في ضي طبعا بدون أي تعاقد، والاستهلاك متاعه ما يدفع غير مدفوع الثمن. عندنا بعض المحال التجارية اللي هي الكبيرة المولات حتى معظمها غير متعاقدة نتيجة لأن الظروف الأمنية ما تسمحش، ممكن يمشي لها الفني أو القارية أو لإحضار بعض المساندات تعاقد، هو مش ما يجيش لمكتب الشركة ويستهلكوا في إنارة مفرطة. وفي عندنا بعض المحلات اللي هي بعد إغلاق المحل متاعها في مناطق كبيرة يخلف الكواشف والعة. عندنا عدة عوامل اللي هي من ضمنها مفروض عندنا موضوع برنامج ثاني اللي هو برنامج الترشيد للكهرباء، يساعدنا في عدم طرح الأحمال وفي عدة أمور تساعد في رفع من مستوى الشركة. نعم سيد خالد، ذكرت في بداية كلامك أن بلدية أبو سليم وجدتم تجاوب منها، باعتقادك لماذا ليس هناك تجاوب مع البلديات الأخرى التي ذكرت في بداية الكلام أن هذه الحملة أو حملات مشابهة لها لم تنجح في تلك البلديات؟ والله هي مش ما نجحتش، ولكن البلديات الأخرى ما كانتش متعاونة معنا زي بلدية أبو سليم. ما نعرفش شنو السبب، ولكن احنا حاليا في الخطة المستقبلية حناخد البلديات الأخرى، طبعا مش في منطقة طرابلس فقط، لكن حناخدها على مستوى ليبيا كامل. جميع البلديات إنها لازم يتعاونوا معنا في جباية الديون وفي تسوية التوصيلات الغير شرعية اللي هي التوصيلات الغير متعاقدة. وبعد احنا 2011 تم تسهيل المستندات التعاقدية، أصبحت مستندات بسيطة غير معقدة. عندنا بعض الديون اللي هي لدى الشركات يجب أن تجبى، عندنا ديون لدى الجهات العامة حتى هي المفترض أن تسدد المديونية اللي عليها، عندنا مليار و600. إذا ما تم سداد هذه الديون للشركة العامة للكهرباء، كيف سيكون وضع الكهرباء؟ ما هو تأثير هذا على موضوع طرح الأحمال وخدمة الكهرباء المقدمة من قبل الشركة للمواطن؟ والله هو موضوع طرح الأحمال فيه جانب ثاني اللي هو مثلا نعطيك مثال، مثلا احنا في ليبيا الطلب على الطاقة في أوقات الذروة 7000 ميجا وعدد السكان متاعنا 7 مليون. في دول الجوار مثلا تونس في أوقات الذروة الطلب على الطاقة
3500 ميجا، وعدد السكان متاعهم 11 مليون، بينما تونس المصانع بالكامل تشتغل، عندهم جميع المحال التجارية تشتغل وما عندهمش طرح أحمال. أريد أن تقول أن هناك استهلاك غير صحيح من قبل المواطن للطاقة الكهربائية. مش استهلاك غير صحيح، اللي هو إفراط. مثلا أنت تمر من شارع فيه محال تجارية في الساعة 11 في الليل مقفل، وتلقى مدار 6-7 كشافات، والكشاف أقل شيء هدايا 1500 واط، هذا اقل حددنا. ما نعرفش علاش هو يخلي فيهم، اذا كان هو مخزن في العداد الكهربائي يعني مستحيل انه يخليهم والع. الحمله انطلقت اليوم في بلديه ابو سليم، مبدئيا كيف تعاطى الناس مع هذا؟ والله مبدئيا في استجابه، وغدا سيتم التسويه نتاع الناس هذو اللي غير مثلا اللي غير متعاقدين او توصيلات غير شرعيه، سيتم تسويتهم ان شاء الله غدا. عندنا الناس اللي عليها التزامات مديونيه طبعا حتتم السداد نتاعها حتى هي ان شاء الله غدا. وطبعا الشركه العامه للكهرباء وفرت وسائل السداد، اللي هي انه يقدر المواطن يسدد عن طريق البطاقه المصرفيه لجميع المصارف ما عدا ممكن مصرف الامان. عندنا برامج ثانية في السداد اللي هي عن طريق الموبايل، حتنطلق نتوقعها أن في نهاية شهر 7. عندنا سداد، في عندنا أكثر من مجال في السداد، ما نعرفش. طيب. نكتفي بهذا القدر. معك سيد خالد مصباح، مدير إدارة نظم المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء، كنت معنا هنا في الاستوديو حول حملة ترشيد الاستهلاك مع المجلس البلدي أبو سليم. شكرا جزيلا لك. شكرا. النشرة متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل عبد الجليل يكشف عن خطة للتوجه إلى التعليم الإلكتروني العام القادم. أزمة في غاز الطهوي بطرابلس في ظل شح المعروض وارتفاع الأسعار. هي ليبيا وهي اللي حبيت، وهي بلاد القلب مهما ريت. هي ليبيا كل الحبايب فيها، أهلي وجيراني وهي إعلاناتكم على قناة ليبيا بانوراما. يمكنكم التواصل عن طريق الاتصال 0218-91-250-0272 أو عن طريق الإيميل adf@lbc.ly. ليبيا بانوراما، إعلام وطن. اغتيال مدير أمن غريان عبد الرزاق عميش، والمجلس البلدي يتعهد بكشف ملابسات الحادثة. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة في اشتباكات مسلحة في منطقة الجربولي. انطلاق حملة تسوية أوضاع المستهلكين في الشركة العامة للكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك.
مجددا أهلا بكم مشاهدينا. كشف وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الأحد عن خطة للوزارة للتوجه إلى التعليم الإلكتروني والاستغناء عن الكتب التقليدية ببرامج تعليمية حديثة. عبد الجليل أوضح أن الهدف من الخطة مواكبة التطور الحاصل في قطاع التعليم ورفع كفاءة المعلم، مؤكدا أن الوزارة بصدد العمل على تفعيل عمل المركز الوطني للمناهج من خلال استحداث بعض التغيير على مستوى الإدارات لإعادة تطوير المناهج بداية من العام القادم. أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريغا لتسويق النفط أنه تم ضبط مئات الشاحنات بمعبر راس جدير محملة بمواد استهلاكية متنوعة. اللجنة أشارت إلى أن الشاحنات كانت محملة بمواد بناء وإسمنت وسلع غذائية ومفروشات وشاشات وخضروات للعبور بها للدول المجاورة، داعية الجهات المعنية بالدولة إلى دعم الرجال على الحدود ومنفذ راس جدير لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن حسب ذات المصادر. تشهد طرابلس أزمة في غاز الطهو في ظل شح المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار، وتنفق ليبيا سنويا على دعم غاز الطهو المنتج محليا نحو 114 مليون دينار، في حين تستهلك البلاد نحو 227,800 طن متري من الغاز شهريا بحسب تقديرات شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عام 2010. وصلت أسعار العملات الأجنبية الصعود أمام الدينار في السوق الموازي الأحد، حيث سجل الجنيه الاسترليني أكبر ثاني صعود بتخطيه حاجز 11 دينار بعد موجة ارتفاع بدأتها مطلع يونيو الماضي. كذلك ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار إلى 8 دنانير و550 درهما، وهو ثاني صعود تاريخي بدأته العملة الأمريكية نهاية العام الماضي. وفي سياق متصل ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 9 دنانير و740 درهما. جددت إدارة مصرف الوحدة في مدينة بنغازي الأحد مناشدتها لكافة رجال الأعمال والتجار في مختلف المدن والمناطق من أجل إيداع أموالهم لدى المصرف للتخفيف من أزمة السيولة النقدية التي يعانيها المواطنون. كما وأكدت إدارة المصرف أن أبواب فروعها ما تزال مفتوحة لمن لم يتمكن من السحب النقدي خلال شهر يوليو الجاري، وأن سقف السحب 400 دينار ليبي مرة واحدة في الشهر. طلبت إدارة مطار بنين الدولي في بنغازي الأحد شركات الطيران العاملة في المطار بتزويدها بجداول الرحلات الخاصة بها بشكل مسبق ومستمر، ليتسنى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للرحلات والتعميم على الجهات ذات العلاقة. وكانت إدارة المطار قد أعلنت الخميس أن موعد استئناف الرحلات المدنية سيبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وذلك بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك. ذكر مصدر في مكتب اتصالات بني وليد الأحد أن خللا فنيا في مدينة ترهونة أدى إلى انقطاع كافة خدمات الاتصالات الخاصة بشركتي ليبيانا والمدار عن المدينة، وتوقع المصدر عودة خدمات الاتصالات الخاصة بالشركتين المشغلتين لخدمات الهاتف المحمول الاثنين القادم، مشيرا إلى أن طواقم الصيانة
تعمل على إصلاح الخلل الفني. نظم مصرف الدم المركزي الأحد بالمركز الصحي شهداء عبد الجليل التابع لإدارة الخدمات الصحية بجنزور حملة للتبرع بالدم لسد العجز الذي يعانيه القطاع الصحي. ويشهد الوضع الصحي في ليبيا تدهورا في ظل حالة الفوضى والاضطرابات التي تعيشها البلاد. يشهد القطاع الصحي في ليبيا ككل القطاعات العامة نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية، فكان لذلك تأثير مباشر في أداء القطاع. ولكن تحاول العديد من الجهات الرسمية والخيرية سد ولو جزء بسيط من هذه الاحتياجات. هذه إحدى نقاط التبرع بالدم لمصرف الدم المركزي الذي يعد الشريان الأساسي في توفير جميع فصائل الدم المختلفة لكافة القطاعات الصحية، حيث تعمل الكوادر الطبية على تحفيز المواطنين للتبرع وسد العجز الحاصل. طبعا الغرض من الحملة هو الحصول على كمية من الدم للناس المحتاجة للدم، ونظر للاحتياج الكبير في الدم ونظر ظروف البلاد فالاحتياج زاد أكثر وأكثر، والتبرع مقارنة بسحب الدم يعني لا يذكر. نقول احنا محتاجين لكميات كبيرة من الدم ومحتاجين لمتبرعين، وياريت الناس تتشجع وجيت تتبرع بالدم. الحملة هي الثانية التي تنظم ببلدية جنزور بعد أن سبقتها حملة نظمت في شهر رمضان الماضي بهدف توفير أكبر قدر ممكن من أنواع الفصائل بمصرف الدم. اليوم عندنا حملة تبرع بالدم اللي هي يعني احنا درناها الحملة في رمضان، وهذه طبعا الحملة الثانية، يعني ان هي كانت الحملة في مستشفى جنزور. تشهد ليبيا في السنوات الأخيرة ترديا في الخدمات الصحية نتيجة الصراع العسكري والانقسام السياسي المستمر منذ 2014، ما أدى إلى زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية، في حين يبقى مخزون الطوارئ من الدم مهددا بعجز قد يواجهه مع استمرار الوضع على ما هو عليه. أقيم بكلية الطب البشري حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقى فيه الطلاب المعايدات على الشعب الليبي وعلى الأمة الإسلامية، كما واستعرض الطلبة في هذا الحفل العديد من المناشط التي يمكن استحداثها داخل الكلية متخطين كل العراقيل والعقبات التي تمر بها البلاد. اليوم اجتمعنا هنا وفي كلية الطب البشري لإلقاء بعض النشاطات الطلابية التي سيلقيها طلبة كلية الطب البشري كما هو واضح الآن في هذه الأجواء. نوجه شكر خاص لزملائي اللي خدموا هلبة وتعبوا للمة هذه ولوحدة الصف، ونسأل الله أن يألف بين قلوبنا ويجمعنا على الخير. نهاية النشرة مشاهدينا، ولم يبقى إلا التذكير بأبرز العناوين. اغتيال مدير أمن غريان عبد الرزاق عماش والمجلس البلدي يتعهد بكشف ملابسات الحادثة. مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجراح متفاوتة في اشتباكات مسلحة في منطقة الجرابولي. انطلاق حملة تسوية أوضاع المستهلكين في الشركة العامة للكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك. نهاية نشرة التاسعة قدمناها لكم من قناة ليبيا بانوراما، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
معهم. ثمانية سبعة سبعة اثنين.